ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. ليش ما عم يلعب مارادونا؟ صحيح أننا نحن الأشاوس من جماهير كرة القدم نتمتع أيما متعة، على الرغم من عدم وجود المتعة إلى الآن في وبكأس العالم، فإننا ولا شك نتعذب كثيرا من الجمهور الدخيل إلى عالمنا، وهو ذلك الجمهور الذي لا علاقة له بالطابة لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه يصر على دخول لعبة المتابعة والتشجيع في كأس العالم حصرا. يا سيدي على رأسي، وأهلا وسهلا بكم في عالم الفوتبول. أهلا بكم وبأسئلتكم، أسئلتكم التي لا تنتهي، أسئلتكم التي تبدأ بليش ما عم يلعب مارادونا. ها قلت لي ليش؟ أولا ما بدي لك قديش عمره، لأنه راح يحتفل بعيد ميلاده 50 السنة الجاية، وأنت طبعا ما راح تدرى لأنه ببساطة هو مو من اهتمامك، بس ملطوشة إذنك باسمه آلاف المرات، وبالتالي فأنت بتعرف أنه هذا لاعب كرة قدم عظيم وشهير بدليل أنك سمعان فيه، مع أنك لا لك بالفوتبول وما لك بفرسانه. سؤالك بيوحي بأنك بتعتقد أنه ما زال لاعباً، فيا سيدي بحب لك أنه فاتك الكثير، ورح أعتبر أنك بتعرف أنه هو معجزة من معجزات الفوتبول، وأزعر بس لذيذ، مو أزعر شرير، ومرق بقصص وسير ما بيمرق فيها كل إنسان، كانت حياته أثناء فترة اللعب وما بعد الاعتزال مسيرة ومليئة بالورطات التي تكاد أن تتحول إلى مآس لولا أن قوة مارادونا الداخلية وقوة الحب الذي يكنه له العالم عموماً والأرجنتين خصوصاً باستثناء الرسميين من زعماء الفوتبول في العالم والإعلاميين والمسؤولين. لم يكن مثالا جيدا برأيهم، لكنهم لا يجرؤون على البوح بذلك، يخافون من لسانه السليط. ولو أن بيلي البرازيلي الختيار يحلو له اللعب مع مارادونا في حروب التصريحات، بل إنه صرح أن مارادونا يحبه ردا على تصريح مارادونا الذي يطلب فيه وضع بيلي في المتحف، لأنهم بالفعل افتتحوا على الفور متحفا باسم بيلي في سانتوس بالبرازيل، فيه صوره ومبارياته وتماثيله ورحلاته مع الكرة من البرازيل إلى أمريكا إلى كؤوس العالم الثلاث التي فاز بها مع البرازيل. أما ما بعد الاعتزال فبعض التقارير والأخبار عن نشاطاته كوزير للرياضة لفترة أو سفيرا للعبة لفترة وخلص، لا شيء خارج عوالم الكرة سوى في طفولته عندما كان بويجيا على الطرقات. أما إذا افتتحنا متحفا لمارادونا فستدخل المافيا أثناء فترة لعبه في نابولي، وسيدخل رفاق السوء الذين علموه على المخدرات وضيعوا على العالم فرصة مشاهدة المزيد من مارادونا، كما قال هو عن نفسه في فيلم أمير كوستاريتسا عنه، قالها: ندمان يا سيدي ندمان، ولسه أصطب أولا. فهو راح لكوبا وتعالج عند كاسترو اللي صار صاحبه الروح بالروح، ودخلت شخصية مارادونا إلى متحف الشخصيات الثورية، وها هو بمزاج تشي غيفارا يقود الأرجنتين في كأس العالم 2010، وبكاريزما مارادونا الثوري يتقدم كمدرب، والله يجعله مدرب قولوا آمين. وللحديث بقية وتفاصيل هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.